الخير، انا اسمي استاذه الدكتوره هبه كمال صدراك، استاذ امراض باطنه والسكر والغدد الصماء في كليه طب القصر العيني. بتكلم معاكم النهارده بخصوص مؤتمر داي ايجيبت ال 11. مؤتمر داي ايجيبت هو خاص بامراض السكر وخاص بكل ما يحيط بمرض السكر من حيث المضاعفات بتاعه السكر، سواء على القلب، على الكلى، على الشرايين عامه، واسباب السكر، كل ما يخص مرض السكر. النهاردة هنتكلم على ثلاث نقط أساسية. الحاجة الأولى اللي هي مشاكل القلب والشرايين. معروف طبعا الازدياد المفرط عالميا لمرض السكر ومتابعاته، اللي من أهمها مشاكل القلب والشرايين. فهنلاقي إن للأسف في نسبة كبيرة جدا من الناس بدأ تعاني من أمراض القلب، سواء ذبحة صدرية أو جلطة في القلب. فدي من أهم مشاكل السكر، لدرجة إنه أحيانا بيكون المريض اللي رايح يعمل عملية في القلب بيتم تشخيص السكر في هذا الوقت. وده بيأكد انه مهم جدا التعرف على السكر مبكرا وعلاجه والسيطرة عليه للحماية من امراض القلب. امراض القلب برضو نتيجة التطور الملحوظ اللي فيها وتركيب الدعامات والعلاج عن طريق الجراحة، بدأوا في المؤتمرات العالمية يبتدوا يركزوا على حالة مريض السكر، وانه حتى بيتركب له نوع معين من الدعامة نظرا لوجود تصلب شرايين جامد جدا في مريض السكر. وبالتالي مريض السكر لازم يكون بيتابع السكر، يكون السكر منتظم، يكون ضغط الدم منتظم، يكون كوليسترول الدم منتظم للحماية من مشاكل الشرايين. النقطة الثانية المهمة جدا عايزين نتكلم عنها هي أعراض مرض السكر. الحقيقة أعراض مرض السكر مش لازم تظهر مبكرا، بمعنى ان السكر ممكن يكون موجود في جسمنا فترة طويلة وللأسف احنا مش عارفين انه في سكر، وساعة لما يتم تشخيص السكر عن طريق الأعراض بيكون للأسف السكر تمكن من الجسم وبيكون نسبة السكر مرتفعة. وبالتالي مش المفروض نعتمد على حدوث الأعراض، دي حاجة مش صح خالص. المفروض نكون بنتابع السكر مبكرا ونحلله حتى لو ما عندناش اي أعراض، اعتمادا على الوزن، اعتمادا على التاريخ المرضي اللي في الأسرة، للتشخيص المبكر. انما لو وصلنا لمرحله الاعراض ده معناه تطور المرض في جسمنا. من اهم اعراض السكر هي التبول كثيرا، دخول الحمام مرات عديده بالذات في الليل، العطش الشديد، فقدان الوزن، عدم التركيز، احيانا بتبقى زغلله في العينين، احيانا بتبقى تنميل في الجسم. فكل دي من اعراض مرض السكر. حاجه كمان نقطه مهمه هنتكلم عليها ودي هنختم بيها الحلقه بتاعتنا، اللي هي هبوط مستوى السكر. هبوط مستوى السكر في نوعين من هبوط مستوى السكر، في وده الاكثر شيوعا اللي هو الشخص بيحس انه عنده هبوط، يعني حاسس انه مش متزن، حاسس بدوخه، حاسس بزغلله في عينيه. الاعراض دي كلها اعراض هبوط سكر، لكن لا تساوي ان السكر في الدم منخفض، ولذلك يجب تحليل مستوى السكر في الدم. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي لهبوط السكر؟ من اهمها لو المريض على علاج زي الانسولين او بعض ادويه السكر، لازم يكون يتابع بتحليل السكر في الدم بالجهاز، يكون عنده جهاز السكر، ولازم يعرف انه في اسباب بتقلل السكر. لو مثلا خد العلاج بتاعه ما تناولش الوجبه، لو عمل مجهود زياده، لو عمل اكسرسايز او راح جيم، كل الحاجات دي محتاجه ان احنا نكون بنتابع مستوى السكر في الدم. وربما يكون كمان للاسف في مضاعفات من السكر زي امراض الكلى، دي ساعتها بتكون مصاحبه بهبوط السكر في الدم، وفي اسباب كتيره لهبوط السكر في الدم. ونظرا لخطوره هبوط السكر في الدم يجب متابعته، لانه لو حصل خاصه في مريض قلب او العيان يكون الشخص يكون نايم بالليل، ده ممكن يؤدي الى فقدان في الوعي، يؤدي لمشاكل ضخمه في القلب.